قمت أنا وزملائي المهندس عمار الشيام والمهندس أحمد مهيسم بالعمل على مشروع تخرج يهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من بتر في أطرافهم العلوية. نظرا لكثرة الأشخاص الذين يعانون من بتر في أطرافهم في مجتمعنا الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة نتيجة الصراعات والحروب وإلى آخره، وضعنا خطة عمل في هذا المشروع تتكون من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تصميم وطباعة الطرف الصناعي أو اليد الآلية. المرحلة الثانية وهي مرحلة شراء وتجهيز المعدات الإلكترونية اللازمة لهذا المشروع. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تجميع وتركيب وتشغيل هذه اليد الصناعية. هذا الاختراع كان ممكن يوفر كتير على الأشخاص مبتورين الأطراف، لأنه المجال هذا داخل القطاع غير متطور نوعا ما أو لسه نامي، فاضطرنا إحنا نوجد بديل للأشخاص يكون رخيص الثمن وبيأدي الغرض المطلوب منه. وطبعا ما توفر السنسور المطلوب، فإحنا استعملنا ذراع روبوتية بتتحرك عن طريق يد الأصابع، ممكن نستفيد إلها في مجال الفيرتشوال رياليتي والروبوتكس. الصعوبات اللي واجهتنا زي ما قلت لك إنه منع الجانب الإسرائيلي من دخول بعض القطع الإلكترونية لأسباب غير معروفة، وبعض قلة نوعا ما قلة الريسورسز الموجودة داخل القطاع في هذا المجال، ويعني برضو قلة معرفتنا. وإحنا شغالين طبعا على تطوير هذا الذراع لفول أرم، الذراع كاملة.